رماد احنا ومعاناتنا والله زلمنا مفقودة يا وليد. هاي 6 سنين لا لقينا ميتين لقينا حيين مو والله عندي منتسب مسجون اقسم لك بالله العظيم ظلموا ظلم مسجنه كسره وشتى وديته بصمه واسعب بالحله مسجون والله 300 من عدى الكرو هاي تعصر واني مره وحيده لا عندي لا حول ولا قوه والله يدري الحكومه ايش سوت لنا بعد قلبي لا تزعلوا سوت لنا والله كل شيء ما سوت هانتنا ما سوت لنا شيء انا حاجي لك بالخط العريض اقسم لك بالله ظلمونا ظلم واني وحيده ظليت مريضه والله وعاني والله بعد قلبي كل شيء امراض سوى لا راتب عجل راتب رعايه ما عندي انا والله راتب رعايه هسه ترى ما عندي انا امك بعد قلبي لا تزعلن علي لو حجيت مو اي والله والله بالضيم حقنا ما جرانا تراب اقسم لك بالله وحار ومبردات والله خلاقة عندي طونيها ب 15 طونيها والله خلقها يعني ما انا بقالوا المخيم نشوفه ونعاني بس خلف الله على الطيبين البعيدين حتى عدوا ديارنا يعني عانهم علينا شو نسوي الحمد لله يا رب نصبر على كل حق صبرنا كثير على الغلي وان شاء الله نريدها من عندكم انتم الطيبين يا وليدي والله انا اقسم لك بالله قوه 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 بعد والله اسحب وغسل المواعين صديق والله وتامه برقبت والله كريم ابوه مسجون والله هسه انا يعني ظلم انا مخبر السر والله احكي لك على مخبر السر ظلم وليد ظلم اقسم لك بالله ظلم وليد ظلم والله ظلم وليد ظلم ومنتسب اقسم لك بالله نزولها من الدوار يعني طردوا ناس وناس ليش ام الامير تسكن وانا يطردون اقسم لك بالله لا ازل بكلام واحد ان شاء الله جعاني ما اصل خيمتي الله وكي الحكومه ايش سوت لنا يا وليد والله هانتنا ترى ما سوت لنا كل شيء عجل زلم مفقود 6 سنين الحلبوسي طالبنا جا علينا قلنا له الحلبوسي زلمنا مفقد قلت له زلمتي هاي من 2000 مش قد 14 احنا مفقود زلمنا وينه لا ميتين ماكو والله موتهم اقسم لك بالله قاطع نفسي يعني ترى عيوني عمت من البكي وانتظر اقول ربي لو ما لقينا ميتين والله قطع نفسي يا وليدي خير لي والله والله خير لي اقسم لك اقطع نفسي قطيع اشهر عايف نفسي وصعد عندي السكر يلزق اسمي يوم الحكومه وابني والله بالضيم حالي ما جرى بس محمد اسماعيل عبود بالحله والله العظيم ما حكي لك غير الصغير يومي اقسم لك كلها محربتي حتى الناس تاجع علي ترى هسه ناس تاجر بي والله العظيم صحيح ما اقدر هسه انا والله هاي تجي الكرتونه ابي حتى اجيب علاج السكر والضغط الفاصل حالا على العمليه عندي تقارير والله خذوا مني وضيعت هاي المال المفقوده مره رجلي ضاعت كانت اسوي شراتي وكذبوا علي هسه ما اقدر حتى اصل لا اقدر اسوي معامله ولا شيء والله تراب عيوننا شو دحج هسه مو قدامكم تواره والله عندي شادر كل ساعه يطير وما اقدر اصعد اسوي اقسم لك بالله بالظلم حقنا ما جرانا معاناه المخيم معاناه فردنا والله وكل هجره ترى قطعوها 7 اشهر و8 اشهر والله ما شفناها وغذايه تيجي تعرف انت ناس تحصل ناس ما تحصل اللي عنده حبايب والله نوبات ما حد ينطر ايه على العرف انا ما اكذب على العرف عندك عرف طبق ما عندك عرف تظل جوعان لا عندنا رواتب لا عندنا شيء المعاناة تدري بيوت ما عندنا ودايحين بهالمخيم الخيم يضرب علينا بهالتراب ورد لي ورد الدنيا نار كبرة وبردات ما عندنا يعني وثلاجات ما عندنا وغذائية ما عندنا الغذائية كلش خفيفة وجابوا لنا ذاك نار الهجرة جايفة والله مال دخان لا تنشرب لا تنكال كل شيء كل فهد ما بيها واحنا منتسين على الله ولا مال عندنا كل شيء ماخذ يا الله تعالى زار الله ينطيهم اللي جان هل تجي تفضل علينا تنطيني والله دايحين لا بيوت ولا رواتب كل شيء ما عندنا ظلت على وجوه الطيبين ان شاء الله والحكومه تساعدنا تدحج على حالتنا شلون شفنا شلون شوف شلون هالهضم هذا علينا يا خي والله كل شيء ما التقى هاي ما صرف لك وفلوس تجيب علاج ما عندنا صحيحه والدكاترة تريد من عندنا يعني فلوس كثيرة واحنا ما عندنا لا رواتب لا معين غير حلفة الله بعد عين انت والله نتوكل على الله نبات نمشي على الطيبين كثيرين يساعدونا لو ما يساعدونا الطيبين والله كل شيء ما عندنا الحمد لله شكرا. احنا امورنا تعبانة
بيوت ما عندنا، امورنا فردنا بتعبانه، تندلونا بالمخيم، والقاعد بالمخيم ما قاعد كيفيه، لان ما عندنا والي، معين ما عندنا، امورنا حيل تعبانه، رواتب ماكو، بيوت ما عندنا. يقول الريد من الله ومن يساعدونا ببيوت يساعدونا يعني بشيء نستفاد من عنده. والله المعيشه ماكو معيشه يعني ماكو والله، هاي من صمنا رمضان والله نجيب لنا فطورات اللي عنده يقدر يدبر له كيلو طماطه كيلو فتيته يعني نجيبهن كيلو الطماطه هسه كل اربعه ينطونك اياهم بالف دينار، والما عنده ما يعني ما عنده والي ما عنده معين. تعرف انت سوي لنا شربه مال اعتساب زلاطه هاي اللي نقدر عليها. امورنا حال متدهوره في المخيم. بردات والله ذبحنا الحر. لا مبردات عندنا. ثلاجات ما عندنا. اي ذبحنا الحر والله والحاس وثلاليز ماكو مبرد مي ذو الصينيه ونشرب مي. يعني حال امورنا متدهوره، شنو امورنا بهالتراب هذا لا معين عندنا لا شيء عندنا، كل شيء ماكو والله. والله امورنا متدهوره. واحنا ما جاتين كيفيه هنا. ما عنده والو ما عنده معين وما عنده بيت، شنو قعدتها بالمخيم؟ عدم يعني اطفالنا هاي ما نقدر على العيشة. هاي البنيه اليوم تلاب حلها على شيء يعني بسيط ما نقدر نجيبه. احنا ارامل يعني هسه انا هذا المخيم كله تبي ارامل، يعني هاي ارامل يعني بي يعني هي هسه هاي الارمله يمكن اللي ما عندها اخو ينطيها، اللي ما عندها ابو ينطيها، اللي ما عندها عم ينطيها، يعني حقها منين تجيب؟ اذا عندها ثلاث اطفال او طفلين او طفل واحد، هي كلها تيد، كان طفل ولا طفلين ولا ثلاثه، كلها تيد، يعني هسه احنا نرجع من الخيرين الطيبين يساعدونا ويساعدون الارامل ويساعدون الاطفال، يعني ليش هسه هذا طفل يعني مريض؟ يعني انا منين اجيب له تعودي؟ هو هسه هو مستحق يعني عمليه كبرى، العمليه الكبرى بيش تطلع؟ اليوم مليونين او ثلاثه، انا منين اجيب؟ هي الحصة انطوني اياها اعيش بها انا وجهالي، هل اصير ابيع حوادي طفلي للدكتور؟ هذا ما يصير، انا اعيش بها انا واطفالي، فاني ارجو من عندهم يساعدونا للارامل، للاطفال، للمهجرين، للي قاعدين بالمخيم حالتهم تعبانه فد مره، يعني فد مره تعبانه. احنا نريد من عندهم يساعدونا مبلغ يعني لاطفالنا، يساعدونا مساعدات، يجيبون ليش هسه احنا قاعدين بالمخيم اطفالنا تيد يعني تيد مثل اكله يعني منين نجيبها؟ مثل فواكه او يريدون حلويات ما عندنا تنجيب لهم، لا حول ولا قوه، والله انا البارح عندي مواد بعتها وجبت للطفله هاي حفاضات، هي الحفاضات هسه مصعدينها، يعني انا منين اجيب؟ هي حصه وحده، شلون يعني ابيعها وبيش اعيش؟ يعني هسه هذا طفل يعني ما اقدر اوديه للدكتور، عنده حاله يعني بالذكر ماله ما اقدر حد اوديه للدكتور خصائي، يعني هو يروح للدكتور بيش يروح؟ يروح ب 5000؟ يروح ب 10؟ هو الدكتور يريد 75 يريد 100 علاج وتحاليل تعرف انت. ايه. واللي يروح لكراوي منه ما رجع يروح وياك يعني مثل ما تقول ب 2000، لا 3000 وب 4000 واللي يجيبك ب 4000. يعني هسه هذا الطفل شنو ذنبه؟ اذا يكبر يعني جاي يكبر هو جاي يكبر من يكبر شوف حالته هسه عمره 6 سنوات. وجع يصغر هو يقول لي هاي ابو الحاله جع يصغر ما جع يكبر. اوف غردم عنده جع نوديه لين هذول للصحين ذولا ما جع ينطونهم ذاك العلاج. ينطونهم علاج كله من هذا العادي، ما جع يفيدهم يظنهم ما يفيدهم. والله عايشين على يد الخيرين وما ادراك، والله عيشتنا فتنا بزفت، لا بيوت لا مكانات، دايحين هنا قاعدين بدن بين التراب والعجاج. الحمد لله رب العالمين. والله وضعنا مو زين فتنا. ردينا على ديرتنا ما عندنا بيوت. نظلنا قاعدين هنا متبهدلين. بالظن حالنا مع جيراننا. وردينا غادي ما عندنا لا امكانيه لا عندنا بيوت لا عندنا احد لا عندنا وليان لا عندنا زلف كل شيء ما عندنا دايحين. بدن بين هالتراب هذه. اي أيوة. والله وضعنا تعبان وزمتي مريض وقاعدين بالمخيم، انا عندي 6 نفرات اطفالي وزمتي مريض وقاعدين بالمخيم، حالتنا ما تساعد، والله زمتي بي الصرع، قاعدين مع الطيبين، اللي جابوا لي اجيب له علاج ما جابوا لي لا والله يضل الحاله، ما عندي لا راتب ولا هاي، عليكم انتم الطيبين الله ينطيكم ان شاء الله مجبتوا لنا غذائيه، خيامنا مشققه والله البارحه طارت من فوق انا. ما حطيت الجهاز والله قعدت بالمطبخ ما خف الهواء يلا رديت شدينا الشادر وقعدنا
هذا التراب عمانه والله فردنا بوضعنا لا حاره الجو تراب وقاعدين وتدرون الصيام وقاعدين بالمخيم وما ما عندنا حالتنا تعبانه والله ما سويت البارحه فطور اركض وراهم وحصلت لهم شويه مرقه تمن وفاصوليات هيك على اخر المخيم بالجدريه اركض وراهم قابت الشمس قلت لهم شاهدها منكم اريد فاصوليات تمنات افطر جهالي ما عندي تا اسوي فطور اي ودبت الغاز مخلصه ما عندي والله تا اترسلها ساعدنا فردنا ما ساعد حالتي عايشين عليكم الله يوفقكم الله ينطيكم. الله عيشتنا على الله وتامه وبالمخيم قاعدين هين وبالحار حالتنا حيل تعبان وبيتنا واقع وعدنا مكان ما نرجع بس بيتنا المشكلة واقع ريد مبردات ريد مولدات الحكومة كل شيء ما سوت لنا لا والله كل شيء ما قدمونا الحكومة كل شيء ما وجهت كذب بكذب أيوة بس يجون يصورون ويهمبلون علينا كل خير ما بيه يوم يكذبون يصورونا وخبصين نفسهم وما كل خير ما بيه نريد مولدات نريد مبردات نريد مساعدة احشين ذنب ناسا بالمخيم لو عدنا بيت لو عدنا شي احنا ما نرجع شي مخلي ناسا بهالتربان هذا رمضان والحركة تنة والذبان والحكومة كل شي ما سوت والله بالصيف فلان تكلوح نكلوح الذبان والحار فلان تبهدل والبيق وبالصيف وبالشتاء هم برد وثلج الخيمة فلان ثلج علينا أيوة. والله بالظلم حالنا وبهالتراب وبهالغبر وبالظلم حالنا ولا من شفنا من الحكومه ولا انطونا ولا جابونا خلف الله على المنظمات الجايه تجيب لنا جزاكم الله ألف خير. الوضع تعبان وحار الدنيا وهذا هالهواء وهالغبار كهرباء مو شيء كل شيء ما عندنا ما كسبنا من الحكومة كل شيء. خلف الله على المنظمات وعلى الجاي ينطي الزكاة وينطي هاي هم جاي ينطونا. والله وضع والله ما يفيد لا شغل ولا عمل ولا نطلع ولا هاي ولا عندنا ما عندنا معين. عندنا يتام وعندنا كثيرين بالظلم حالنا، كنا لا راتب ولا شغل ولا الله اللي يدري، طالب من الحكومه تلتفت علينا تنطينا تشوفنا تشوف حالنا، انا عندي 5 يتام والله ما عندي لا راتب ولا معين ولا كل شيء. موضوعنا نريد نبيارنا ديارنا ولا عندنا مكان لا عندنا اي شيء كل شيء ما عندنا غير رحمه رب العالمين وقاعدين بالصحراء لا مي لا عيشه لا اي شيء ما عندنا نريد لنا مكان نريد لنا مكان نريد لنا اي شيء بالخير يعني هذا نشوف حالنا شلون بالصحراء يعني امراض ولا مرض ووجع ولا تعليم الجهال وطبيب ما نقدر نروح نداوي نفسنا ما عندنا يعني مكانات الى متى احنا نبقى بهالحال يعني بهاي الحال الى متى احنا نبقى بيها لان مكانات يعني مرتبه نشوف لنا يعني بيوت يعني رجعنا ما دا نرجع مكانات نريد بيها يعني والله من المخيمات صار فينا مرض صار فينا حاله نفسيه الله يشهد جهالنا تدمرت تعليم ماكو صحة ماكو يعني احنا بحال حال سيئة أكثر ما تصور يعني نرجع يعني اللي يقدر يساعدنا بمكانات نريد مكان نقعد فيه يعني احنا إلى متى نبقى بالمخيمات شغلة طالت مو يوم وعشرة صار سنين واحنا قاعدين بالمخيمات اللي الزنقين قاعد له تشنكوات وصار بينا أمراض الله وكيلك اللي بحالة نفسية واللي تخبل واللي مدري ايش بيه اي والله يا رب بس ما يصير هالشكل والله العظيم ناخذون الحكومه هابين الريح الله وكيلك قامت تخبل
وش نحكي والله قلوبنا راحت، ما ضل عندنا حتى قلوب، ما ضل عندنا، ما يردونا خلي يودونا لغير دولة، احنا مو من الدولة، الدولة ما صادة علينا ولا بحالها ولا بباله، احنا قاعدين في التراب، قاعدين في الصحراء، يعني ما صارت ثمان سنين واحنا قاعدين بين الخيم اللي تاخذ من فوقانا. يا عمي شوية التفتونا الحكومة، الله يعطيكم، الله إن شاء الله يوفقكم. انتهينا والله، جهلاننا وزلمنا وما ظل بينا طمن، قاعدين في هذان الخيم. البشر هو لمن عنده يروح يبنى له بيت، لمن ما عنده يقعد بالخيمة، شو يسوي، وين يروح؟ والله يابا وين يروح العاد؟ يقعد بالخيمة لما الله يفرجها. بلكة الله الحكومة تسوي لنا فرج، تشوف لنا مكان، ما يردوننا خد يطلعونا للدول، يطلعون احنا من ما جاينا، يجوز مو من العراقيين، احنا يجوز مو عراقيين، احنا جايين من غير دولة. لو عراقيين كان شافونا وفكروا بينا، بس لا يفكرون بينا ولا خلي يرجعونا لديارنا لما يعني يقدرون. وضعنا ما يفيد هنا، والله ما يفيد، قاعدين بالخيم، الله وكيلكم، شاتنا البرد والقهر كلش مو شايفين، لا رجعونا ديارنا ولا شافونا صورة حل. علش مناسبتي ايش؟ احنا ما عندنا حكومة، شوف لنا حكومة تلتفت عينا، شوف لنا شارة، انطونا مبلغ، انطونا قيعان ننزل بيهن، يعيشونا ما يخلونا هالشكل قاعدين بالحصى والخيمة، يقعد هو بالخيمة مثلنا؟ لو هو قاعد بمكانه واحنا شاتنا البرد. الله وكيل كلش ما شفنا غير بس واري بينا التراب وجعلي بالحصاوي، لا حكومة التفتت ولا أي واحد التفت عينه ولا أي واحد مسؤول جاي يدس على عينه، ماكو. اشتقت لنا البلد بيتي، الله يقعد يقعود يا الله يقلب نفسه، وبالقيض نسلك سلك والحمد لله. شو نسوي هاي 9 سنين من الشهر الرابع، والله يما من الشهر الرابع تهجرنا يوم البارحه، والله ملينا والحمد لله، الحمد لله، اريد الله يستر علينا وعلى موت محمد وجميع يسير ويجيبه. احمى الله والدي، احمى الله والدي، احمى الله والدي. اطفالنا ركض بهم المستشفيات، والله على طول هاي عيالنا حاطين لهذا الاكسجين ويالهم تنقوا هذا شرع قلب يا عيال. هادنا 9 سنين مبهذلين، لا رواتب، لا يعني لا عندنا ماده نعيش بيها، ما يعني اهم خلف الله عليكم تجيبون لنا يعني عينا شويه، الله والله ما اكو يعني كل شيء نعيش بيه، حتى هنا شغل ما اكو، الولد تشتغلوا وهاي حالنا احنا، يعني عشان نقول لكم تشوفون الحال، ما لا عندنا رواتب، لا عندنا يعني شيء نعيش بيه. ونريد احنا من الله ومنكم ان ترجعونا لديارنا، والله هي هاي اهم شيء. وعندنا ولد ما عندهم رواتب، يشتغلون عماله، يوم يشتغلون ويوم ما يشتغلون، يقعدون 10 ايام 5 ايام 6 ايام، والله يشهد ربي نوبات عندي مريضه اريد اوديه للطبيب ما عندي، والله انا هسه مريضه شلت المراره ما اقدر اروح للدكتور الاخصائي، رحت ودتني اللجنه وصفوا لي علاجي بفلوس ما قدرت اشتري، والله يا وليدي. Thank you.